أحمد، ريثما تستكمل الصورة، عندك حديث عن أنباء عن استهداف على القصف على غزة. نعم، أشاهد معك. نعم أحمد، نحن هذه الصور أبلغوا أنباء من الكتب، يعني هذه الصور التي نراها ونسمعها، هذه الصور التي تشير أيضا إلى هذه الاشتباكات التي هي في وسط مدينة القدس. هذا نعم، الاشتباكات في الضفة الغربية قوية، ولكن نحن نتحدث هنا أن الجيش الإسرائيلي المنظومة السياسية والأمنية فقدت السيطرة على مدينة القدس. هم فقدوا السيطرة منذ أكثر من شهر، وهذا الجيش عمليا الذي فقد السيطرة لا يستطيع عمليا أن يسيطر على هذه المنطقة. الشوارع عموما هنا في مدينة القدس في العديد من الاتجاهات نرى بأن هنالك اشتباكات في هذه الناحية، هنالك اشتباكات في هذه الناحية، هنالك اشتباكات في الوراء. الذي يحدث هنا بأن الشرطة، وطبعا عدد كبير من الإعلاميين الذين جاءوا لتغطية هذه الاشتباكات، ولكن أيضا أولئك المتضامنين الذين جاءوا من مدينة القدس، وذلك لإعلاء صوت هذه المدينة. حي الشيخ جراح الذي كان من المفترض أن يكون قصة منسية غيرها كغيره من الأحياء التي طمست والتي صودرت والتي طرد أهلها، الآن بات شعلة، شعلة حقيقية هنا على الأرض. هنالك أيضا اشتباكات التي هي بين الأحراش التي نستطيع سماع قوات من المخابرات الإسرائيلية التي تتجول في مدينة القدس، وذلك في اتجاه أن يكون هنالك محاولة لاعتقال عدد من الفلسطينيين. أكثر من 1100 من الفلسطينيين تم اعتقالهم في مدينة القدس صباح هذا اليوم. كان عدد المعتقلين منذ بداية الأحداث لغاية الآن 1000. الآن يقولون المحامون الذين تحدثت معهم بأن العدد هو 1100 فلسطيني تم اعتقاله منذ بداية هذه الأزمة. نحن نتابع هذه المشاهد هنا في وسط حي الشيخ جراح على بعد أمطار منا، القنصلية البريطانية، القنصلية الفرنسية، القنصلية الإيطالية. نحن هنا في هذا الحي الذي يعتبر حي دبلوماسي، والعديد من الدبلوماسيين الذين من الصليب الأحمر الذين يسكنون في هذا الحي باتت الاشتباكات أمام أعينهم. وبالتالي إذا قيل بأن لا يوجد هنالك معلومات أو لا يوجد هنالك شيء يمكن أن نعرفه، ولكن أولئك في الحي الفلسطيني الذين يعيش في العديد من والآن هنالك أيضا اشتباكات التي تجري، وهنالك العديد من الشبان الذين يتم قمعهم. الجنود طبعا نزلوا إلى الشارع. لماذا الاشتباكات في الشيخ جراح لها صيغة مختلفة؟ نحن نتحدث عن منطقة تشكل ضغطا أمنيا على بعد أمتار القدس الغربية والحد الفاصل بين القدس الشرقية والقدس الغربية، على بعد أمتار هنالك الجامعة العبرية، على بعد أمتار هنالك السفارات، وأقصد القنصليات الأجنبية الموجودة هنا في مدينة القدس. ولكن الأبرز والأخطر بأن الإسرائيليون الذين يعتبرون بأنهم يسيطرون على العاصمة الموحدة ألا وهي مدينة القدس المحتلة، بات الآن بأنهم لا يتحكمون لا بالعاصمة ولا يتحكمون بهذا الجزء المحتل، وأن كل الحديث حول أن يكون هنالك تهدئة لعل الحرب في غزة سوف تضع أوزارها بعد أيام ولربما أسابيع لا نعلم. ولكن الذي يحدث الآن هو أن هنالك إضراب شامل في كل الأراضي الفلسطينية. النشطاء يقولون من المي للمي، المي هنا.